أحيي جميع المشاهدين الكرام في تونس والجزائر بأجمل التحايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حبيت أن نبلغكم توانسة والجزائرية بموقفي من الأزمة اللي نشأت على الحدود واللي تجلد في فرض الرسوم على مرور المركبات من الجزائر إلى تونس، ثم رد الفعل اللي ظهر في من الجزائر وجابته وسائل الإعلام العالمية. ظل عنا صورة CNN لما جابت الخبر، فممكن نشوف الخبر حق CNN أنه ردا بالمثل: الجزائر تبدأ إجراءات فرض ضريبة على السيارات القادمة من تونس. إذن هو معاملة بالمثل. موقفي أنا عبرت عليه في تدوينة فيسبوكية خلاصتها أمامكم على العنوان، ولكن نقرأ لكم للتدوينة هذه التي قلت فيها أكرر ما دعوت له في انتخابات 2011 وما أتعهد بتضمينه في برنامج الانتخابي للانتخابات الرئاسية سنة 2019 إن شاء الله. ما هو هذه الدعوة؟ ما هو هذا التعهد؟ أدعو حكومتي تونس والجزائر إلى تمكين مواطني البلدين من التنقل بالبطاقة الشخصية، بطاقة التعريف الوطنية التونسية والجزائرية، وإلغاء أي رسوم من أي نوع على مرور الأشخاص أو السيارات بين تونس والجزائر، أي كما هو الحال اليوم في التنقل والمرور بين فرنسا وألمانيا بمقتضى اتفاقية شنغن. قلت في صفحتي في الفيسبوك اللي عنوانها على اليسار أم الهاشمي أوفيسيال، قلت: نحن إخوة وجيران وشعب واحد في بلدين شقيقين متجاورين. نحن بالفعل شعب واحد في بلدين شقيقين متجاورين. أتذكر أبو القاسم سعد الله المؤرخ الجزائري المشهور يحكي لي في قسنطينة كيف يمشي يقرأ في تونس في جامعة زيتونة ويرجع، ما كان بينه حدود أصلا. أرجوكم، والرجاء موجه للحكومة التونسية والجزائرية، اسمعوا نصحي واعملوا به، ولا تفسحوا المجال لأي توتر في العلاقات بين بلدينا، والسلام. كتبه محمد الهاشم الحامدي يوم السبت 17 سبتمبر 2016. هذا بياني في الفيسبوك. جريدة الشروق الجزائرية تعاطت مع الخبر كما وسائل الإعلام كلها، ونقلت تصريح وزير الخارجية التونسي في تفسير الموضوع. الشروق هذه بوابة الشروق الجزائرية، تقول: وزير الخارجية التونسي ينفي وجود أزمة في الجزائر، يعني في العلاقات مع الجزائر، ويصرح دفع 30 دينار إجراء قانوني وليس موجها ضد الجزائريين. نص الخبر بدايته في: هون وزير الخارجية التونسي خميس الجهناوي مما اصطلح البعض على تسميته بأزمة المعابر مع الجزائر، على خلفية ضريبة 30 دينار التي تفرض على المركبات المغادرة للتراب التونسي، مؤكدا أن هذا الإجراء قانوني وليس موجها ضد الجزائريين. في نفس الوقت وزيرة السياحة التونسية سلمى اللومي قالت في تصريحات لقناة فرانس 24 نهار الجمعة بهذا الموضوع، بخصوص هذا الموضوع إلزام الجزائرية دفع 30 دينار تونسي عند الخروج، قالت: الضريبة موجودة منذ مدة وتفرض على السيارات فقط وليست خاصة بالجزائريين، بل على جميع السيارات التي تغادر التراب التونسي. خميس الجهناوي قال: يمكن، معناها سيتم دراسة الموضوع حول إمكانية مراجعة القانون، وقال: مراجعة القانون ممكنة، ولكن التراجع عنه لا يتم بقرار إداري بل بإجراء قانوني، موضحا أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتسهيل دخول الجزائريين. أوضح الجهناوي في تصريح لجنة الشروق التونسية أن الإجراء المتخذ يشمل كل العربات بما في ذلك السيارات التي يقودها التونسيون وهي بلوحة تسجيل أجنبي، مشيرا إلى أن الإجراء قد تم التنصيص عليه في قانون المالية الصادر سنة 2014، وهو قانون عام ولا يخص بلدا واحدا. طيب،
شنو هذا القانون اللي صادر في 2014؟ عندنا في حقائق أونلاين في الأخبار في تونس تلقوا أكدت وزارة الاقتصاد والمالية في بلاغ لها اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2014 أنه سيتم تطبيق المعلومة المستوجب بمناسبة مغادرة البلاد التونسية طبع التضامن، اسمه طبع التضامن، على الأجانب غير المقيمين الذين سيدخلون تونس ابتداء من غرة أكتوبر 2014. يذكر أن هذا المعلوم محدث بموجب الفصل 36 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 على الأجانب غير المقيمين الذين سيدخلون البلاد التونسية. هذا الخبر هذا اتخذته حكومة المهدي جمعة. المهدي جمعة هو اللي كان رئيس الحكومة وقتها، هو اللي اتخذ هذا القرار باعتماد ما سمي بطابع التضامن، ووقتها دخل هذا المعلوم، هذا التاكس يعني، أو هذه المساهمة في الميزانية التونسية. وقتها كان قبل الانتخابات الرئاسية بشهرين تقريبا، وأنا صرحت في نفس الفترة لما صدر الخبر، أدليت بموقفي وقلت، نحب نذكر التوانسة والجزائرية جميعا، هذا الخبر جابت وقتها برشا جرائد، من هذا بابنات تونيزي الهاشمي الحامدي اعتبرها تسولا ويدعو الحكومة للتخلي بسرعة عن مسمى طابع التضامن. ماذا قلت في ذلك البيان؟ نحب نذكر التوانسة والجزائرية الكل اللي يتبعوا فينا بتفاصيل هذا الموقف. قلت هذا الخبر كما نقلته بابنات، دعا الدكتور محمد الهاشمي الحامدي المترشح للانتخابات الرئاسية حكومة المهدي جمعة للمسارعة بتغيير اسم الطابع الجبائي الذي سيدفعه المسافرون الأجانب بداية من أول أكتوبر، وأضاف أن عبارة طابع التضامن تعني أن الدولة التونسية تطلب دعم الأجانب، وهذا غير صحيح البتة وغير مقبول سياسيا ولا سابقة له في العالم. وبالمناسبة نذكر أنا كنت الوحيد السياسي الوحيد اللي علق على هذا البلاغ من حكومة تونس وطالب بالتراجع عنه. ماذا قلت أيضا في البيان حسب التقرير هذا الإخباري؟ وأضاف زعيم تيار المحبة، عندما اقترحت فكرة الطابع الجبائي على المسافرين الأجانب قبل 3 سنوات لم أكن أعتبرها تسولا للدعم من أحد، ويجب على الحكومة المؤقتة أن تعرف أن دولا كثيرة في العالم تفرض رسوما وضرائب على المسافرين بما فيها مصر وتركيا يتم استخلاصها في المطار وجوبا عند إصدار تذكرة السفر كما في بريطانيا، وتسميها ضرائب وليس طابع تضامن. أنا كنت في 2011 فكرت في أن نعمل حاجة ضريبة تخص البيئة تخص المطارات للمسافرين اللي مغادرين من تونس، وقلت أيضا في البلاغ هذا متاعي اللي صدر في بابنات، قلت من غير المعقول أن نطلب من أسترالي أو سنغالي أو مسافر من أي جنسية أخرى عربية أو غير عربية دفع أموال بغرض دعم بلادنا أو التضامن معها. فأنا من 2014 كنت ضد فكرة طبع التضامن، لكن شيء الفكرة أنا اقترحتها على تونس وقتها، ونحب أنسابي في الجزائر يعرفوها بالضبط، واللي الحكومة التونسية ما حبش تاخذ بها وما حبش تناقشني فيها، لأنه إحنا في تونس عنا برشا نفخة وبرشا تكبر، وعنا طبقة سياسية في تونس تعاند في الهاشمي الحامدي عناد، يعني شايف عارفة أكثرهم عارفين أنني أدعوهم إلى الحق وإلى العدل وأعطاء حقوق الفقراء وحقوق الناس وما يحسن وضعية تونس، لكنهم يكابرون يقول لك من عند الهاشمي الحامدي جبنا شهد ما حشناش به. نعطيكم معلومات شنو اللي صاير هنا في بريطانيا. المواطن البريطاني حامل جواز السفر البريطاني اللي يمشي لتركيا مثلا، كيسافر من هنا لتركيا، كيفاش النظام؟ قعدت نفتش في الكمبيوتر، هذاك الفوق الموقع تدخلوا له بتاع gov.uk يعني الحكومة United Kingdom يعني هي المملكة المتحدة، وتحتها تركي كما شفتوا. بعدين المعلومة التي تعطيها لك وزارة الخارجية في موقعها بالنسبة لتركي، نقرأ لكم بالإنجليزية وبعدين نترجم لكم بالعربية. Until further notice, British citizens can get a multiple entry visa multiple entry visitor visa valid for 90 days on arrival at any port of entry on payment of £20 in cash. دونك تقول خليلي بالله لحظة، تقول أي واحد أي مواطن بريطاني يقدر يحصل تأشيرة دخول لعدة زيارات صالحة لـ90 يوما
عند الوصول سواء كان بالجو ولا بالبر ولا بالبحر إلى تركيا، والمبلغ الرسم هذا هو 20 جنيه استرليني نقدا إن كاش، يعني ما لا تدفع إلا نقدا. شكرا يا مخرج. 20 جنيه استرليني يعني كم؟ بالتونسي الآن حوالي 60 دينار تونسي، مش 30 دينار، 20 جنيه استرليني حوالي الآن حوالي 60 دينار تونسي. به إذا كان واحد بريطاني يحب يمشي لمصر دولة عربية كيفنا، نفس احنا المصري والتونسي يحتاجوا فيزا كيمشوا لبريطانيا، البريطاني ما يحتاج فيزا جاي لمصر، ما يحتاج فيزا جاي لتونس، لكن هل يدفع فلوس في مصر ولا لا؟ شوفوا الحكومة البريطانية ايش تقول في نفس الموقع gov.uk/Egypt، نقرا لكم، تقول for visits of up to 30 days، لزيارات مدتها 30 يوم you can get a visa on arrival، تستطيع الحصول على تأشيرة عند الوصول by payment in sterling، يجب عليك أن تحصل عليها بتدفع مبلغ بالاسترليني أو بالدولار أو باليوروز US dollars or euros. The visa fee is، إن المعلوم هو 25 دولار تدفعها لبنك معتمد في داخل قاعة الوصول في المطار بسعر متاع اليوم، يعني كذلك بين 50 و60 دينار تونسي. مصر تاخذ من كل واحد، نحب ننبه الشعب التونسي والشعب الجزائري لأن احنا شعب واحد، راهي الحكومة التونسية المنفوخة المتكبرة من أيام المهدي جمعة والنهضة ومنصف المرزوقي وجماعته، لأيام المهدي جمعة للباجي والغنوشي وجماعته، عارفين أني الحمد لله فاهموا حاجات وعرفها، هم ما يعرفوهاش لكنهم يعاندوا قدام الشعب التونسي كيدتهم باش يقولوا سلهاش من ولد بلاد، كيفاش اخي الفكره اللي اقترحتها هذه شنو بالضبط؟ كيفاش تتعمل؟ فسبحان الله العظيم واقعين في شر اعمالهم. قال لك من ضريبه عاديه هاي في مصر في تركيا سموها طبع تضامن، فضحونا قدام العالم. وتوا قال لك هذه هي ضريبه من سنه 2014 قالت المراكب تعدي 30 تدفع المركب 30 دينار، ما قالتش، قالت طبع تضامن وقتها. كيفاش قلتوا نتاع 2014؟ لهويث وكلام مش صحيح من الحكومة التونسية. نكمل نعطيكم شنو الحاجة الأخرى اللي يعني كي قلت ضريبة، لأن في بريطانيا هنا نحب نبلغ الجزائرية كلهم، كل مواطن جزائري يجي لبريطانيا ويغادر بريطانيا من هنا من مطار بريطاني تؤخذ عليه ضريبة قدرها، أنا أعطيكم الآن نقرأ لكم من المصدر الرسمي هنا باش تعرفوا، وكذلك كل تونسي وكل مصري. هذه سكاي سكانر اللي هي شركة وكالات أصفار مشهورة هنا عالمية وخاصة بريطانيا، العنوان متاع المقالة All you need to know about air passenger duty، كل ما يجب أن تعرفه حول ضريبة السفر بالجو، يعني 29 مارس 2016، يعني الآن نحكي العام هذا. طيب ماذا يقول الخبر يا سيدي؟ يقول From April 1st 2016، من 1 أبريل 2016، احنا الآن نتكلم في 17 سبتمبر 2016، تاكسز ضرائب على السفر بالجو في المملكة المتحدة will change once again، لأن هي تبدأ شغالة من سنة 2004، من سنة 2004 شغالة، فهم يقولوا air passenger duty اللي هي APD تشوفوا فيها قدامكم بالفرنسوية APD، بالإنجليزية air passenger duty for long haul flights، إلى السفرات الطويلة is creeping up، ترتفع قيمتها إلى 73 جنيها استرلينيا للمسافر على الدرجة السياحية. 73 جنيه اضربها في 3 معناها تحكي على 210، بين 210 220 دينار تونسي، هي ضريبة على المسافر على أي رحلة طويلة وعلى الرحلة القصيرة اللي ممكن تونس والجزائر تدخل فيها. شنو النظام يا الحكومة البريطانية؟ خليني نوريكم يا توانسة ويا جزيرية لأن تعنيكم الزوز. Who pays؟ أول شيء من يدفع هذه الضريبة؟ APD هذه الضريبة على السفر بالجو is levied against each passenger on every flight، إنها ضريبة يدفعها كل مسافر في كل رحلة تغادر من مطارات المملكة المتحدة، ولا تطبق إذا كنت مسافرا من دبي أو من تونس أو من الجزائر إلى بريطانيا، لأنهم ما يقدرش يأخذوها من عند الحكومة التونسية، لكن أي مسافر من هنا ماشي من بريطانيا يغادر
جاي سايح، جاي زاير، جاي مريض باش يداوي ان شاء الله ربي يعافينا ويعافيكم، جاي لاي سبب عليه ان يدفع هذه الضريبه. طيب اذا الكلام واضح جدا، كل مسافر من بريطانيا جوا يجب ان يدفع هذه الضريبه. رحلات تونس والجزائر اللي هي مدتها ساعتين ونص بالطياره يبدو لي ما تدخلش في اطار اللونج هول، يعني مش كما مسافر مثلا ربما الخليج ولا الهونغ كونغ ولا غيرها. شنو النظام فيها؟ ناخذ النظام من الموقع نفسه. شورت هول فلايتس وونت بي افكتد، انه لن تتم زياده في قيمه الضرائب على السفر بالجو للمسافرين في الرحلات القصيره. ستبقى الضريبه بقيمه 13 جنيه، اضربوها في ثلاثه يعني حوالي 39 دينار تونسيه للدرجه السياحيه فور ايكونومي كلاس، و26 جنيه استرليني اضربوها في ثلاثه معناها حوالي 80 تقريبا 78 80 دينار لاي واحد ماشي على بزنس كلاس درجه رجال الاعمال او الدرجه الاولى. لكن if you are flying further than 2000 miles، اذا كنت مسافرا ايها التونسي او ايها الجزائري مسافرا من لندن لرحله طولها اكثر من 2000 ميل 2000 ميل فانه تقرر زياده الضريبه من 71 جنيه استرليني الى 73 جنيه استرليني بالنسبه للدرجه السياحيه، ومن 142 جنيه استرليني الى 146 جنيه استرليني بالنسبه لدرجه رجال الاعمال او الدرجة الأولى. إذن هذا هو النظام اللي تطبق فيه هنا بريطانيا ضريبة السفر على الجو. والتونسي مهما كان مستواه لازم يدفع، هو مغادر من بريطانيا. الجزائري نحب نتكلم في الشعب الجزائري والشعب التونسي لأن بالنسبة لهم شعب واحد. أصلا أنا تونسي ومرتي جزائرية، اولادي توانسه وجزيريه واخوانهم في الجزائر وجايين عندهم نهارين بس من الجزائر وفرحانين بها. فنحن في تونس او في الجزائر، نحن نتكلم بضمير نحن في تونس او في الجزائر، نقدر نفرض نحن رسوم على الفرنسيس وعلى الانجليز وعلى غيرهم اللي مغادرين من مطاراتنا، من مطار هواري بومدين في الجزائر ومن مطار تونس قرطاج، وهذه تكون استخلاصها عن طريق تذاكر السفر. بريتيش ايرويز تورينا كيفاش نستخلص التذكره، هاي بريتيش ايرويز هذا موقعها، من موقعها الرسمي يا اخواني في تونس وفي الجزائر. Government authority and airport charges. These are included in the price of your ticket and are levied by airport operators, governments or other authorities. ايها المسافر، اننا نستخلص كل ضريبه يفرضها المطار الذي تسافر منه أو الحكومة في البلد الذي تسافر منه أو أي هيئة ذات سلطة معنية نفرضها وندخلها في سعر التذكرة. أصلا ما يحسش بها المسافر لأنك تجي تأخذ البيد أفيون تأخذها بالإنترنت، تظن نفسك أن أنت خذيت أرخص سعر في الإنترنت داخل فيها التاكس نتاع الحكومة البريطانية، في الإنترنت داخل فيها. كيروح أخويا توفيق شيخي زميلنا هناك يروح للجزائر ويأخذ البيي فيها الضريبة هذه للحكومه البريطانيه. كيجي واحد من الخليج هنا ياخذ فتره وبعدين يحب يعمل زياره للجزائر ويجي او زياره لتونس ويجي يدفع الضريبه لانه يغادر من مطارات المملكه المتحده. هذه هي كانت الفكره اللي انا كنت نحب نقولها في تونس. في احنا في 2011 وفي ظروفنا الاقتصاديه الصعبه هذه طرحتها في 2011 انا. قلت احنا محتاجين باش نعملوا منحه بحث عن عمل للبطاله للشباب اللي اعمال الثوره ما صور حتى شيء، محتاجين موارد اضافيه. الفرنسيين يدخلوا بلادنا بدون تأشيرة ونحن ندفعوا بين 200 و300 دينار رسوم للتأشيرة، ندفعوهم رسوم نحطوها في البي دافيون، ندفعوهم كما تدفع الإنجليزي يدفع في تركيا وفي مصر. لكن والله صدقوني أهلي في تونس وأهلي في الجزائر نقول لكم أنا متأكد، لو أنا قلت والله يا سيدي نحي اليمين الله الاحتياط، أنا توقعاتي 99% أن اللي خلاهم يسموه ضريبة السفر ولا ضريبة التذكرة ولا شنو هو فقط أنهم ما حبوش مهدي جمعة ومن كان يؤيده من جماعة النهضة وجماعة النداء وغيرهم أنه الهاشمي الحامدي ياخذ الكريدت، ياخذ الناس يقولوا والله هذه فكرة الهاشمي الحامدي وطبقنا، ما هم نهار كل يسبوا فيها غادي في الإعلام التونسي، الإعلام اللي كثير منه إعلام عار، كثير منه إعلام عار يسب فيه ويشتم فيه.
فكل الافكار اللي عملتها، يعني انا باش نعطيك مثال توانسه وزيريه، انا قلت للاعلام العربي هذا، قلت له مليار واحد و200 مليون دينار نعملوا بها منحه بحث عن عمل، يومين عمل للبطاله، 500,000 واحد تكلفنا فقط مليار و200 مليون. قالوا علي انا الشعبوي، وفي نفس الوقت هل قلوبهم سودة خايبه هذوما، كي قال لهم الباجي قائد السبسي ونداء تونس راني باش نجيب 125 مليار دينار استثمار، قالوا يا ما شاء الله المنقذ، وهللوا له في الاعلام هو محسن مرزوق وجماعتهم، وقالوا كي قلت لهم النهضه راني نعطيك نجيب لكم 6% معدل نمو من 2019 صدقوها، واعطوا اغلبيه للنداء والنهضه وللباجي قائد السبسي. هاي ايش صورت كشعب تونسي محترم؟ ماذا صورت ابنه؟ الواقع انه عناد هذه الفكره، قال ليش بالحامدي ما نحبوش نقبلوها، ولا الفكره دي تصلح لتونس وتصلح للجزائر. قلت زريع على كل حال هم يعاملوا البريطانيين بالمثل، ما نعرفش شنو موقفهم من فرانسيس، هل يعاملوهم بالمثل ولا لا؟ نحن في تونس البريطاني يدخل عادي، الاوروبي كله يدخل عادي لتونس، مرات حتى بطاقه تعريف. هنا نرجع للموضوع اللي انا احكي لكم عليه، بطاقه التعريف. انا كان اقتراحي من سنه 2011 بالنسبه لتونس والجزائر، قلت نحن يجب ان نستفيد من تجربه شنغن، نحن اولى بذلك. بين فرنسا والمانيا حربان عالميتان، وهتلر جاء لباريس محتلا، ومع ذلك اليوم تسافر من المانيا لفرنسا برا جوا قطارا ولا واحد يسالك، دعه يعمل دعه يمر. نحن جيران امتزجت دماءنا دفاعا عن حريتنا، نحن انساب واخوان وجيران من اول الدهر، الحمد لله ربي كتب لنا جيره باهيه طيبه ما فيهاش مشاكل، ما بينتناش عداوات، ما بينتناش ثرات، التو بيناتنا حدود مغلظه وجوازات سفر وطلع عليه. كنت نقول له كان نجحت في 2011 خذيت الاغلبيه وشكلت الحكومه، اعلنت وقتها قلت في المستقل قلت في وسائل الاعلام اني ساتجه الى الاخوه في الجزائر ونقول يا جماعه تعالوا نبحثوا فكره اننا نخلوا التنقل بين التوانسه والجزائريه بالبطاقه الشخصيه. انا شخصيا نوصل لمدى نقول ما عندي اي واحد دخل الجزائر تاشيره يدخل تونس، واي واحد دخل تونس يمشي للجزائر، لكن هذا يلزم اتفاق، لكن الحد الادنى انه التونسي بالبطاقه التعريف نتاعه طالع، ما دام طالع من تونس معناها وضعيته سليمه، وما دام طالع من الجزائر معناها وضعيته سليمه، خاطر شي كانوا مطلوب في عداله التوانسه ما يخلوش يطلع، والجزائريين ما يخلوش يطلع، خلي الجزائري يمشي يجي لتونس حر مرتاح عادي، خلي التونسي يدخل الجزائر حر عادي، خلي يتصرف كانه مواطن ولد بلاد. احنا يا ربي مع بعضنا ونقدروا نشدوا بلاصه تحت الشمس في هالعالم الصعيب هذا اللي فيه التكتلات الكبرى. امس نقرا في ثلاثه شركات في العالم تملك اكثر من روسيا وبلجيكا ودوله اخرى، الاتحاد السوفيتي وما ادرى، ثلاثه شركات تجاري تفرض في احكامها. يا دوبك احنا نتعانوا بعضنا، وكان سهل ربي واستقرت ليبيا ندخلوها معانا في النظام هذا، حلم ابائنا واجدادنا بمغرب عربي كبير ومتحد. عربي شنو المشكلة عربي؟ احنا بربر عربنا الاسلام، احنا امازيغ ولا عرب مهمته ونحن شيء واحد، الامريكان فيهم المكسيكي وفيهم الافريقي، رئيسهم جاي من كينيا. تو نحن باش نرجعوا نتكلموا على عصبيات عرقية، وقت اللي رئيس أكبر دولة في العالم باباه الحاج حسين بن كذا أوباما كيني، نحن لازم نكونوا، نحن رانا ديننا دين يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ربي كرمنا بدين محمد عليه الصلاه والسلام. الجزائريه كافحوا طلعوا الاستعمار بعد تضحيات جسيمه، وبعدين قالوا هتفوا في اعياد النصر يا محمد مبروك عليك الجزائر رجعت ليك. نحن هذا هو اللي نحب نتكلم عليه تو اليوم، التوانسه ونقرح حول التوانسه والجزائريه عايشكم. اسمعوا مني، انا بالنسبه لي هذوما الاثنين تونس بلادي والجزائر بلادي. اصلا انا اتدخل في امور السعوديه ويقولوا لي علاش، نقول لهم السعوديه بلادي. ونتدخل في امور مصر ويقولوا لي المصريين ما تدخلش في شؤون، نقول لهم لا مصر دي بلدي زي تونس. وانا صادق، هذه انا بلاد العربي اوطاني، فما بالك نحن التوانسه والجزائري. فانا حنحب نوضح لكم انه الحل الحقيقي هو اننا نسمح للجزائري يدخل تونس كما يحب، مجرد يوري بطاقه التعريف نتاعه.
يوم من الايام ان شاء الله يفوت عادي كما فرنسا والمانيا. تو فرنسا والمانيا تفوت انت في شنغن ولا اصلا ولا حد يوقفك. لكن يا سيدي نحن ما تحبوا احتياطا تعرف خويا خلي يوري بطاقه التعريف نتاعه بس انه جزائري ماهوش مثلا مواطن من دوله عربيه اخرى شقيقه ما عندوش الامتياز هذا فنعرفوا انه الجزائري متعدي هنا. السلام عليكم. نحن هذا ما فيش اننا نحن على الالمان وعلى الروس وعلى الفرنسيس نفرض كما هم عاملين الضريبه. هاي بريطانيا عامله الضريبه يا توانسه بالله يا جزيري. الضريبه توصل ل 73 جنيه استرليني على المسافر الواحد. ومن 2004 الضريبه دي شغاله. 13 جنيه قداش يعني؟ نحن توانسه الضريبه احنا حاليا ندفعوا فيها 13 جنيه قلنا تساوي 39 الى 40 دينار. نقدروا نفرضوها في تونس نجيبوا منها دخل. لكن هم عملوا بها ازمه مع الجزائر. اقرب البلدان لينا اللي المفروض تكون بها علاقتنا بها طيبه وباهيه. ومفروض هما كي يجوا لتونس كانهم في الجزائر ونحن كي نمشوا الجزائر كاننا في تونس. باش تعرفوا الخيابه الطبع كيفاش رامش مع ذوما اللي يحكموا في البلاد معقدين ما يقبلوش النصيحه. كل مده قلت لهم نجيب لكم خلينا نشتغل على موضوع 50,000 سايح من الخليج. قبل ما نتعارك انا والسعوديين وننتقدهم في حكايه الام بي سي وغيرها. وكلمت وبعثت عن طريق السفير التونسي في لندن وقلتها في صفحتي في الفيسبوك. والله العظيم اللي حبوا يناقشوها معايا. تو جاه ربي يتوانسه لو كان ذوما قلبهم على البلاد وقلبهم على موسم سياحي متاخذ وكذا. واحد يقول لك نجيب لك 50,000 انا نتطوع ونجتهد على زياده السواح العرب بس راح نعملوا خطه عمل نتعاونوا فيها. لا ما لهاش من حادي ما حيتاش بها. هذاك شي يحبوا يحرموا الشعب التونسي من منحة البحث عن عمل. يحبوا يحرموا الشعب التونسي من التغطية الصحية للفقراء المحرومين من التغطية الصحية حاليا. يحبوا يحرموا الشعب التونسي من صندوق التنمية والاستثمار اللي قلت عليه. يحبوا يحرموا الشعب التونسي من خطة مكافحة الفساد وإقامة العدالة الجبائية. يحبوا يخلوا تونس النهار كل في الهم والنكد والفساد والميزيريا والرشوة والاقتصاد الموازي والتهريب والبلاوي الزرقاء. أعوذ بالله يا ودي صفوا قلوبكم مرة يصفوا قلوبكم. ليش بيك؟ ولليوم قلت لهم ما تعملوش صمت برقيبه، عملوا صمت برقيبه. ما تفتحوش بلادنا للخطر للمخابرات الايرانيه، انتبهوا ايران راهي تفكر على امبراطوريه، لا قال لك ما يهمناش. يا ودي قبل ما تعاونوا البنوك عاونوا الزواوله اللي عملوا الثوره ما صوروا منها حتى شيء. لا ما يهمهمش فيهم. همشوا وشوفوا الناس المعتصمين، لا ما يمشوا لهمش. افتحوا الحدود اعملوا اتفاقات مع بين تونس والجزائر تسهل الحركه. راي حتى العائد الاقتصادي فيها مباهي لصالح البلدين. ها معقدوا عملوا ازمه بين البلدين. اتراجعوا يا سيدي من فضلكم. نطلب من الحكومه التونسيه تتراجع عن القرار هذا فورا ونطلب من الاخوان والاشقاء في الجزائر ان يتراجعوا على الاجراء اللي عملوه هم اليوم كمعامله بالمثل. ونطلب من البلدين انهم يبداوا مفاوضات للتنقل والبطاقه. وانا اذا كان سهل لي ربي وفزت في الانتخابات الرئاسيه الجايه واعطاني الشعب التونسي التفويض من الان هاني نقول لكم قلتها في 2011 ونعاودها. واحد من التزاماتي هو تقديم مبادره تشريعيه للبرلمان التونسي بالموافقه على شيء هذا والتفاوض مع الاشقاء في الجزائر. لان الموضوع هذا ما يجيش من جانب واحد، لازم يكون بالتفاهم والتراضي. احنا وزيريه ده اقل شيء نعملوه، نتعاونوا نعملوا مشاريع علميه مشتركه، مشاريع صحيه مشتركه. نتعاونوا على الزمان نعملوا قناه فضائيه مشتركه تدافع على ديننا، تدافع على الاسلام، تدافع على اولادنا اللي عايشين في فرنسا في اوروبا. مش عندنا مصلحه مشتركه ندافع على سمعتنا في حقوق المهاجرين التوانسه والجزائريه في فرنسا وفي اوروبا؟ نعملوا لهم قناه مشتركه تمشي بث بالفرنسيس بالالمان بالطليان واي واحد يمس واحد جزائري في فرنسا ولا تونسي نوقفوا له في رقبته بالاعلام وبالسياسه. نقدر نعملوا برشا حاجه مع بعضنا. أرجوكم جماعة صناع القرار في تونس تراجعوا ولو خيان في الجزائر ما تستعجلوش في إجراءات المعاملة بالمثل. هاني شرحت لكم شنو كانت الفكرة، الفكرة هذه معمول بها في بريطانيا وكان المفروض نطبقوها على السواح والناس الأجانب اللي يجونا. أما الجزائرية هذوما مالي دار. الجزائرية مالي بيت في تونس والتوانسة مالي بيت في الجزائر. ممكن واحد جزائري يقول لي لا والله فك علينا من حكاية حرية الحركة أو ياخذ طرف بنزين وكذا.
يا اخي اللي خذا البنزينه ياخذها واحد شكون صهيوني ياخذها ولا ياخذها واحد جاي من افترض واحد فقير تعبان في باجي ياخذها طرف بنزين ارخص شوي نبقوا نجري وراه راهو التونسي ولا الجزائري راهو شي واحد راهو بيناتنا اواصر ومح... يا اخي تو البرتغال الفقيره كي خذاها الاتحاد الاوروبي زمان ولا اليونان تو اليونان مبيله مفلسه الاتحاد الاوروبي دافع عليها ما يفوت يمكن 2000 مليار يورو ما خلوهاش بهم وما ليهم اوروبيين نحن نفكر كان في معكسه بعضنا مثلا نكونوا متعاونين ونكونوا متحدين فانا اهيب باشقائي واهلي وانسابي في الجزائر انهم ما يتسرعوش وما يغضبوش وبالاعلام الجزائري انه معناها يتصرف بحكمه ونطلب من الحكومه التونسيه الفاشله هذه انها تبطل من الشغل هذا نتاع الاونطه هذا نتاعها وتتراجع فورا وتعتذر حتى للشعب التونسي مش الشعب الجزائري عن النفخه وعن التسرع ونقول ما تجمع الله يسامحك وطبعا اللي نقول لاعلام العار مش كل العلم التونسي اعلام عار لكن برشا في اعلام التونسي اعلام عار نقول له شماتة فيك النهار كله انتم تسبوا في الهاشمي الحامدي ولا حبيتوا تعترفوا بذره فضل الهاشمي الحامدي هل شغلك من ناتن هذا طايح فيك ونختم بكلمة للشعب الجزائري الشقيق حب نقول ماشي ما قلتهاش اليوم قلتها في العيد طبعا عادي أنا التوانسة عيدت عليهم في برنامج المغرب الكبير وعلى اتصال بهم وفي صفحتي في الفيسبوك لكن في تويتر نحب نقول للجزائرية ربما برشا ناس ما في الجزائر ما يستخدموش تويتر لكن هذه كانت برقيتي في العيد نهار 12 سبتمبر الساعة 11 صباحا 11 وربع تقريبا اللي هو نفس توقيت لندرا هو توقيت الجزائر قلت عيد سعيد مبارك لأهلي في الجزائر إذا كان للكرامة عنوان فأنتم عنوانها بلا جدال شعب الأحرار الذي هتف يا محمد مبروك عليك الجزائر رجعت لك أدعو أهلي في تونس والجزائر أن نحيي أمجاد المغرب العربي ونهديها لمحمد عليه الصلاة والسلام أن أدعو الناس الأحرار الكرام في تونس وفي الجزائر في المغرب العربي كله أن نعمل من أجل أن نبقي على هذا الحلم حيا متوهجا متقدا وأن نتعاون وأن لا نتنازع فإن الله تعالى حذرنا من التنازع قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم شوفوا اليمين المتطرف في أوروبا قاعد يصعد الذي بنت جمالي لوبان احتمال تكون هي رئيسة فرنسا ما نستغربوا دونالد ترامب احتمال يكون هو رئيس أمريكا نحن لازم نكونوا كتلة واحدة توانسة وجزائرية وقسما بالله العظيم هذه متأكد فيها نعتكم فيها إيمين ثابت إذا اهتدينا بهدي محمد عليه الصلاة والسلام إذا تعاوننا وتماسكنا بقلوب صافية وتعاوننا على الخير أننا نستطيع أن نخدم بلدينا وشعبنا الواحد في الجزائر وتونس ألف مرة أحسن مما الوضع عليه اليوم سواء كان في تونس أو في الجزائر شكرا لكم على الاستماع وبارك الله فيكم وحتى الملتقى في مناسبة أخرى تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته